المؤتمر زي اتباع القواعد والمعايير العالميه عند استخراج المعادن والبترول، وده يمكن يبقى مهم بالنسبه لنا مع عمليات البحث والتنقيب اللي بتتم في البحر الابيض المتوسط وما سيتم في البحر الاحمر الفتره القادمه. ده يعني على سبيل المثال للحصر. يعني خلينا ببساطه شديده جدا نقول ان التنوع البيولوجي ده يعني باختصار شديد جدا للناس اللي هم مش متخصصين انه بيضمن ان يكون هناك ماء نظيف صالح للشرب، ان يكون هناك هواء نقي، وان يكون هناك ارض صالحه للزراعه، وهو كل مناحي الحياه. يعني هو بيضمن انه التوازن الطبيعي اللي خلقه ربنا ما يختلش. وعلشان نعرف بس مشكله كبيره جدا مثلا من المشاكل اللي ممكن تحصل اذا اختل هذا التوازن، اللي هي قصه الاحتباس الحراري والتصحر اللي بيبقى موجود، وفكره فقداننا لانواع كثيره جدا من الكائنات اللي بتبقى موجوده على ظهر الارض، ولما بتختفي بتحصل مشاكل كبيره جدا حتى فيما يتعلق بالكائنات الدقيقه اللي هي مرتبطه مثلا بالطب وغيره. نعم. التنوع البيولوجي هذا المؤتمر مهم ليه لانه هو الاهم بيئيا في العالم. هو بيتعمل كل سنتين، بتيجي فيه كل الدول المشاركه في الاتفاقيه 196 دوله، 5000 مشارك دايما تقريبا بيبقوا في هذا التوقيت في اي مؤتمر. لكن مصر في الحقيقه وهذا المؤتمر الذين تقدموا للمشاركه في المؤتمر 9000 شخص، يعني ضعف العدد اللي بيتقدم كل سنه، ويمكن في الحقيقه عدد اكبر من